رقص وتنطيط مريهان حسين وهنادي مهنا ووفاء عامر في حفل زفاف بوسي. يقوم حفل زفاف المطربة بوسي على رجل الأعمال هشام ربيع دخل أحد الفنادق النيلية، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين وأبرزهم حكيم ومصطفى حجاج وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووفاء عامر ومريهان حسين. كما أحيت الحفل الراقصة الاستعراضية دينا، وكان هاني البحيري مصمم فستان بوسي قد نشر أول فيديو من حفل الزفاف عبر حسابه بموقع الانستجرام. وقام العروسين بالرقص السلو على أغنية من أول دقيقة لإليسا وسعد المجرد. وكان حفل الزفاف مقتصر على المقربين من الزوجين فقط، ولم يتم إقامته بشكل ضخم كما يتخيل البعض، فهو مجرد عقد قران واحتفالية بسيطة فقط. ويعد هذا الزواج الثاني لبوسي بعد انفصالها عن زوجها ومدير أعمالها فطين. والد المطربة بوسي يعلق كان نفسي أحضر. تواصل مع محمد شعبان والد المطربة بوسي، والذي أكد أنه علم بخبر زفافها من بعض الصحفيين الذين تحدثوا معه، مؤكدا أنه لا يريد تعكير مزاجها بحديثه ويتمنى لها السعادة ولكنه كان يريد التواجد. وأضاف والد بوسي، لو كلمتني دلوقتي وطلبت حضوري أحضر فورا دون تردد. تألقت المطربة الشعبية بوسي بإطلالة جذابة وأنيقة، ارتدت فستان من توقيع المصمم هاني البحيري، حيث تميز بالتدريس وذو ديل طويل وطرحة طويلة. ومن الناحية الجمالية تركت شعرها مندسلا على كتفيها، واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها. وكان من ضمن الحاضرين أيضا الفنان محمد فؤاد، وفاجئها بزيارته لحفل زفافها، وغنى لها أيضا أغنية الكاتش كاتش في القلولو.